يا آدم No, you cannot talk with my people. Now he's the chairman, he's the responsible. Omeris? اجيب المادة بتاعتك احرك نفسي فين ماسك ايدي طيب لا والله بس مهندس وليد حجازي مهندس مشروعات شركة بترول بلاعين. في البداية سيادة الرئيس باسم جميع العاملين بمشروع تنمية حقل زهر نشكر سيادتك لتشريفنا اليوم وهذه الدفعة المعنوية الكبيرة في طريق استكمال باقي مراحل المشروع. ربنا يخليك يا رئيس ونرحب بسيادتكم فخامة الرئيس والسادة الضيوف الكرام. مشروع تنمية حقل زهر أكبر كشف غازي في البحر المتوسط ينقسم لثلاث مناطق رئيسية. المنطقة الأولى منطقة الآبار وتسهيلات الإنتاج تحت سطح البحر التي تقع على مسافة عمودية من الشاطئ 190 كيلومتر وعلى عمق 1500 متر. المنطقة الثانية منطقة المنصة البحرية التي تقع على بعد 60 كيلومتر من الشاطئ وتتصل بالآبار عن طريق كابل تحكم بحري. وده سيادتك نموذج لكابل التحكم البحري اللي بيتصل من المنصة البحرية للأبار ويتم من خلاله التحكم في الأبار وطوله تقريبا حوالي 160 كيلومتر ويحتوي على كابلات اتصال لنقل البيانات والمعلومات والتعليمات للأبار كابل لنقل الطاقة الكهربية. تمام. ثالث هذه المناطق المحطة المعالجة البرية. ومحطة المعالجة البرية تعد بمثابة مدينة صناعية متكاملة الخدمات تم تصميمها على أحدث المعايير التكنولوجية وأحدث معايير السلامة والصحة المهنية والمعايير البيئية. مساحة هذه المحطة حضرتك 2,400,000 متر مربع بما يوازي 550 فدان. بيتم استخراج الغاز من منطقة الآبار وينتقل الغاز في خطوط الإنتاج البحرية وصولاً للمحطة المعالجة البرية ويتم استقباله في منطقة الاستقبال التي تحتوي على وحدات لنهايات الخطوط البحرية وحدات وحدات حماية المحطة من الضغط المرتفع. ينتقل الغاز بعد ذلك إلى وحدة فصل السوائل ومنه إلى مجمع الخطوط الرئيسي الذي يتولى توزيع الغاز على وحدات الفصل والمعالجة المختلفة للمحطة. تحتوي المحطة على 8 وحدات للفصل والمعالجة. إحدى هذه الوحدات هي تسهيلات الإنتاج المبكر التي نحظى بتشريف فخامتكم لافتتاحها اليوم. بوصول الغاز لتسهيلات الإنتاج المبكر بيتم فصل الغاز عن الكبريت والمتكثفات. وصول الغاز لمنطقة تسهيلات الإنتاج المبكر بيتم فصل الغاز عن الكبريت والمتكثفات ويخرج الغاز المعالج إلى أجهزة القياس ومنها يتم ضخه في الشبكة القومية للغاز ببطاقة إنتاجية 350 مليون آدم مكعب.
المخطط رفع الانتاج ليصل ل 1 مليار قدم مكعب مع اكتمال وحدات الفصل والمعالجه رقم 1 و 2 وصولا الى 1.7 مليار قدم مكعب مع اكتمال وحدات الفصل والمعالجه رقم 3 و 4 استكمال الانتاج ليصل ل 2.7 مليار قدم مكعب مع اكتمال وحدات الفصل والمعالجه من 5 الى 7. ولان ظهر مشروع عملاق فان المحطه البريه لحقل ظهر محطه ذاتيه الخدمه تنتج خدمتها بنفسها، حيث يتم توليد الكهرباء عن طريق 3 توربينات غازية قدرة كل منها 12 ميجا وات في الظروف القياسية، يتم زيادتها إلى 6 توربينات غازية مع وصول إنتاج ل 2.7 مليار قدم مكعب. هذه التوربينات تتولى تغذية وحدة توزيع كهربي رئيسية، والتي بدورها تتولى تغذية 4 وحدات توزيع كهربي فرعية لتوزيع الكهرباء في جميع أنحاء المحطة. وتحتوي على وحدات للتحكم والحماية الكهربية متصلة بمبنى التحكم الرئيسي. وإضافة للخدمات أيضا، فإن المحطة تحتوي على وحدة لتوليد وتنقية الهواء الذي يستخدم لفتح وغلق الصمامات وكذلك التحكم في الأجهزة الدقيقة. خدمات النيتروجين التي تستخدم لإنتاج خدمات النيتروجين الذي يستخدم كغاز خامل أثناء عمليات المعالجة. 3 غليات بخارية تستخدم لتوليد البخار اللازم للتسخين وعمليات المعالجة. ولأن المحطة مصممة على أحدث معايير السلامة والصحة المهنية كما ذكرنا سابقا، فالمحطة تحتوي على نظام مكافحة الحريق، ونظام إطفاء أوتوماتيكي، إلى جانب نظام إنذار مبكر ضد الحريق وتسرب الغاز والكبريت، ونظام الشعلة الذي يستخدم لتفريغ الغاز من المحطة في حالات الطوارئ أو حالات الصيانة. وسيادتك تم تصميم نظام الشعلة بهذا الطول، وضع الشعلة في هذا المكان تماشيا مع الدراسات البيئية. المحطة تحتوي على عدد من المباني مثل مبنى التحكم الرئيسي، مبنى الإسعافات الأولية والمطافئ، والبوابة الرئيسية، مبنى المعمل، المسجد، والمبنى الإداري. ونظرا للأهمية الاستراتيجية للمحطة البرية، فقد تم وضع نظام أمني يتفق مع المعايير الأمنية العالمية، يتمثل في 4 محاور. المحور الأول نظام المراقبة والإنذار عن طريق كاميرات ثابتة ومتحركة لا خاصية تسجيل الأحداث واسترجاعها. المحور الثاني الحماية عن طريق أسوار، سور خارجي من السلك طوله 7 كيلومتر وارتفاعه 4 متر، وسور داخلي من الخرسانة طوله 7 كيلومتر وارتفاعه 4 متر ونص. النظام الثالث الوقاية عن طريق أجهزة الكشف والإنذار بمفرقعات. والنظام الرابع الحماية الأمنية المشتركة بين القوات المسلحة والشرطة. اسمح لي سيادة الرئيس أن أضع بين يدي سيادتكم بعض الأرقام عن مرحلة الإنشاءات للمحطة البرية. تم الانتهاء من 10,000 أساس عميق، 23,000 طن هياكل معدنية ويظهر أمامنا باللون الأخضر. تم مد كابلات بطول 700 كيلو متر تصل إلى 2600 كيلو متر مع اكتمال الانتاج لواحد مليار قدم مكعب. تم تحريك تربة من أعمال تسويات وردم بإجمالي حجم 3 مليون متر مكعب. أنا لكل من شارك في هذا المشروع سيدي الرئيس أن يفخر بما تم إنجازه، موقنين بدوام هذا الإنجاز لرفعة مصرنا الحبيبة تحت قيادتكم الرشيدة، آملين سيادة الرئيس في تكرار هذه الزيارة مرة أخرى مع وصول الإنتاج لواحد مليار قدم مكعب. واسمح لنا سيادة الرئيس بعرض نبذة مختصرة عن تسهيلات الإنتاج المباشر. محمد صادق مهندس إنتاج شركة بترول بلعيم، اتشرف النهاردة أن أنا أعطي لحضرتك فكرة مبسطة عن محطة تسهيلات الإنتاج المبكر عندنا بحقل ذوب. زي ما حضرتك شايف هي دي محطة تسهيلات الإنتاج المبكر اللي نحظى بتشريف حضرتك لينا النهاردة، وده نموذج يعتبر مكبر من الجزء المصغر الموجود في النموذج الأكبر ده. المحطة دي مصممة على أعلى مستوى وتم تجهيزها في وقت قياسي بفضل الله سبحانه وتعالى، واستطعنا بوجود المحطة دي معانا ان احنا ننتج الغاز في انشاء بفضل الله سبحانه وتعالى قبل نهاية عام 2017 زي ما وفينا وعدنا وفينا ان شاء الله. حضرتك المحطة مقسمة الى 4 اقسام رئيسية: قسم نزع الغاز الكبريت من الغاز الطبيعي، قسم انتاج الكبريت، قسم فصل ومعالجة السوائل المرافقة للغاز الطبيعي، واخيرا قسم المرافق. بالنسبة لإمكانية وتصميم المحطة دي، المحطة دي مصممة لإنتاج 350 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً، 5 طن كبريت، 2000 برميل من المتكثفات. شرح نبذة بسيطة كده عن كل قسم موجود عندنا من أقسام المحطة. الغاز بيصل عندنا سيادتك بمحمل بغاز الكبريت اللي هو يجب التخلص منه،
بيتم إجراء عمليات فصل ورفع درجة حرارة قبل دخوله للبرج الرئيسي اللي هو برج نزع الغاز الكبريت. بيتم دخول الغاز من أسفل البرج وخروجه من أعلاه، وخلال المسافة دي بيتم تدخله مع أمين، والأمين ده هو عبارة عن مركب كيميائي بيستطيع أن هو يجذب الغاز الكبريت وبيتم تدفيعه لمنطقة إعادة تنشيط الأمين. بكده سيادتك الغاز بيخرج من البرج من أعلى قمة البرج وبيكون جاهز دلوقتي لعملية فصل مبدئي والتدفيع والقياس وبعدين تدفيعه للشبكة القومية للغازات. بالنسبة للأمين اللي أصبح غني دلوقتي بغاز الكبريت بيتم توجيهه لمحطة فصل وتنقية وإعادة رفع درجة حرارة، وتوجيهه عندنا هنا لبرج تنشيط الأمين. في البرج ده وأنا برفع درجة الحرارة وبقدر أفصل الغاز الكبريت وأقدر أن أنا أعيد استرجاع مرة أخرى الأمين وبعيد استخدامه مرة تانية كدائرة مغلقة عندنا. هنا سيادتك القسم الثالث الموجود هنا ده خاص بمعالجة السوائل المرافقة للغاز الطبيعي. السوائل دي هي عبارة عن حاجتين، أول حاجة اللي هي المتكثفات وهي المواد الهيدروكربونية التقيلة، والجلايكول وهو عبارة عن مادة كيميائية بيتم حقنها عند رؤوس الأبار علشان يمنع انسداد الخطوط. بيجي السائل في هيئة محلول مخلوط الاثنين مع بعض، بيتم عملية رفع درجة الحرارة وتوجيههم هنا لفاصل بيستطيع ان هو يفصل ما بين الاثنين، بيفصل ما بين المتكثفات وما بين الجلايكول. بيتم تدفيع الجلايكول بعد وصوله هنا لفاصل الغازات الى المنطقة اللي قدام سيادتك دي، ان هي تخزين مستودعات الجلايكول عندنا. اقدر اخد المتكثفات اللي موجودة وبدفعها هنا عندي لبرج التثبيت، وبكده بيكون عندي المتكثفات دي جاهزة للتدفيع عندي في شبكة انابيب البترول. حضرتك هنا ده أهم جزء موجود عندنا في المحطة وهو جزء إنتاج الكبريت. تم تصميم وتشييد هذا القسم تحديداً لتقليل الانبعاثات البيئية والمحافظة على البيئة، لأن أنا بقدر أستطيع أن أنا أجمع غازات الكبريت من قسم نزع غاز الكبريت بالإضافة من قسم المتكثفات وتوجيهه هنا للبرج الرئيسي اللي موجود عندنا. البرج الرئيسي دوان فيه محلول، المحلول دوان بيقدر ان هو يمتص غاز الكبريت وبيوجهه هنا لعدد 2 مفاعل حيوي. المفاعل الحيوي ده بيحتوي على بكتيريا من نوع خاص لها القدرة على تحويل غاز الكبريت الى كبريت يستخدم في الصناعة. اقدر ان انا اوجه الكبريت دوان هنا لمنطقة ووحدة الطارد المركزي، واللي من خلالها افصل الكبريت وابدأ ارجع جزء من السائل مرة تانية عندي هنا في الدايرة. والحمد لله تم الاتفاق عن طريق الشركة القابضة للبتروكيماويات على تسويق الكبريت دون واستخدامه في مصانع الأسمدة. بالنسبة هنا عندنا القسم الأخير دون هو القسم الخاص بالمرافق. المرافق اللي موجودة عندنا هنا متشكلة في عدد 5 مستودع، 2 مستودع خاصين بتخزين الأمين، 2 مستودع خاصين بتخزين المية، ومستودع لتخزين المياه الملوثة. منطقة تصفية مياه الأمطار وتجميعها بيتم في المكان دون. موجود هنا فرن عندنا لتسخين الزيت واللي بيتم توجيهه لرفع درجة الحرارة بجميع المبادلات الحرارية اللي موجودة عندي في المحطة. يوجد عدد 2 فاصل ضغط عالي وضغط منخفض، لا قدر الله لو حصل أي توقف غير مخطط ليه بيتم توجيه الغازات إلى الشعلة. وعندنا هنا آخر جزء سيادتك هو عبارة عن محطة توزيع القوى الكهربائية، 2 ضاغط هواء، الكنترول روم، وحدة التحكم، وموجود هنا دون المعمل وقدام سيادتك دون ورشة الأعمال. بكده إن شاء الله أتمنى من الله سبحانه وتعالى إن احنا نكون توفقنا في إلقاء نظرة مبسطة وسريعة عن المشروع، وسعداء بوجود حضرتك معانا، ونتمنى دايما نشوف حضرتك ونتمنى دايما دوام الرفعة للوطن في تحت رعاية سيادتك. شكرا. بس أنا عايز أقول كلمتين هنا، ووزير البيئة موجود معانا مش كده؟ أنا بس أنا عارف إن دي شركة عالمية وأنتوا بتعملوا أكبر يعني بمعايير دولية محترمة فيما يخص البيئة، لكن أنا حبيت بس إن الرسالة تصل لأهلنا بورسعيد إن كل حاجة معمولة طبقا، مفيش أي ضرر أو إزاء خالص على الإطلاق من الـ من الـ من المعمل كله. طبعا الكبريتيت الهيدروجين يا فندم اللي هو سياده المهندس اتكلم عليه من اكبر التحديات البيئيه لعمليه الاستخلاص، وكان زمان قبل ما كان بيخلط وبيطلق الى الهواء. دلوقتي كل هذه الاستثمارات معموله بس للبعد البيئي في المحطه، ولكن عندنا كبريتيت الهيدروجين بنرجعه. وزي ما قلنا في الانتاج حتى في البرزنتيشن اللي معالي الوزير قالها، كان في جزء للعائد من بيع الكبريت.
انا فاهم، انا بس حبيت الرساله تصل للناس وصل. ان احنا عاملين حسابنا طفقين. تماما انا عارف ان انتوا عاملين، بس انا بوصل الرساله تماما. دي نقطه. النقطه الثانيه، انت هتدوا الناس بورسعيد ايه؟ انا شفت الفلوس 120 مليون دولار هو، وانت كام؟ احنا متفقين برضو على رقم تاني يعني. لا صحيح، كنا عاملين حسابنا على احنا يعني اللي حضرتك تأمر بيه. انا امر بيه، هقول لك 2 مليار. لا هو في مبلغ احنا متفقين عليه. لا هو احنا في طبعا غير المشاركه المجتمعيه اللي احنا حاطينها في الموازنه، والحقيقه دي ما بين الطرف المصري والطرف الايطالي، ال 20 مليون دولار دول مساهمه مشتركه. لكن اضافه الى ذلك، يمكن الحقيقه صديقنا كلاودي عايز يمكن يعلن حاجه خاصه بهذا، فانا كنت عارف ان هو عامل لحضرتك يعني برضو 10% بس من العوائد. كان توكل ده هوسبيتال. Yes, we had another present because there's a any foundation, so is any but is completely segregated. We'd like to make an intervention at the hospital level. So we are organizing a proposal that we are going to discuss with the government to give an additional contribution as any foundation that is take care about as a means to give an additional contribution as للحديث عن اي مساهمات اخرى as a mission about للترشيد بشكل اساسي على المحافظه وعلى الموقع. اشكركم شكرا جزيلا. تمام عمرك حاجه شفتك لا نبص حضره كامله على دارس مش عارف ايه كل اللي هو الحاجات اللي عايزينها. لو انتوا عايزين تعملوا شويه منشآت مباني يعني نغير نحسن نغير النمط نعم مش اخره كده. We'll be right back.
حصان.